سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نواصل الحديث في جزئه الأول عن فقه المواريث وأحكامها، كما نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا بكم شيخنا. ما زلنا نتحدث عن المواريث وعن فقهها، وتحدثتم في الحلقة الماضية عن قضية ميراث ذوي الأرحام وفصلتم القول فيها عند من يقولون بميراثهم. اليوم ننتقل لمسألة لعلنا لم نتناولها في الحلقات الماضية، وهي قضية المناسخات، وذكرتم لي يعني قبل الحلقة أنه هو القضية صعبة الشرح، لكن نحتاج فكرة عامة عن المناسخات حتى نتم بها مسائل الميراث وأبوابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد فقد بقي لنا من أقسام المواريث الضرورية على الأقل موضوع المناسخات كما ذكرتم، نعم. ثم موضوع التنزيل، نعم. الذي يسمى عندنا الغرس، سنعمل عليهما إن شاء الله، نعم شاء الله. بعض الشيء الموجز حتى تتضح لنا هذه الأمور، نعم. أولا نبدأ بالمناسخات. النون والسين والخاء نسخة تدور في العربية على معنيين، أو على أحد معنيين. معنى الأول هو الانتقال، النقل من مكان إلى مكان أو من شيء إلى شيء، هذا يسمى نسخا، ولذلك تقول نسخت الكتاب، أنت لم تغيره وما أحدثت فيه شيئا، ولكنك نقلت الكتابة من هذا الكتاب إلى كتاب آخر أو إلى أوراق أخرى، وقد نسخته. وهذا السبب الذي تسمى الأوراق التي تصور بالآلات الحديثة تسمى نسخا، فهذه هي نعم النقل يسمى نسخا، نعم. المسألة الأخرى أو المعنى الآخر في لغتنا العربية، النسخ هو الإزالة، الإزالة يعني كان موجود ثم يتحول لا وجود له، نعم. تقول نسخت الشمس الظل، أي كان موجودا ولما وصلته الشمس نعم أزالته، نعم. نسخت الشمس الظل، فإذن يدور على هذين المعنيين، نعم. إما مسألة الانتقال أو النقل ومسألة الإزالة، نعم، هذه النسخ، نعم. نعم. أما بالنسبة للاصطلاح فنعني بقضية المناسخة، نعم، هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن موت شخص بعد الأول، مات شخص ثم مات أحد ورثته، نعم. والحال أن تركة الأول لم تقسم بعد، ما زالت التركة كما هي التركة الأولى، وتارة يحدث موت آخر غير الثاني، تصبح ثلاثة أو أربعة وتتعدد كما يسميها الفراد بتعدد القبور، لأن كل ميت
يطلق عليه في الاصطلاح يطلق عليه قبر. نعم. فهذا هذا هو التقسيم الأخير للورثة كلهم، وقد تعدد الموتى فيهم أو تعددت القبور عندهم، هذا هو المناسقة أو ما يسمى بالمناسقة. نعم. إذن نقول مثلا مات رجل وترك أرضا يعني مساحتها كذا وكذا، ثم قبل أن تقسم مات أحد ورثته مثلا زوجته أو أحد أبنائه إلى آخره، فتنتقل التركة إليهم إلى ورثة الميت الآخر. بعد ذلك لا نقرب التركة الآن، بل ننتظر حتى تكتمل لدينا الموتى، حتى تكون التقسيمة في النهاية بين الجميع، عندما لا يوجد إلا أحياء، ما عندناش واحد متوفى إلا الأول. نعم. كما ذكرنا، لأن تركة الأول انتقلت للثاني، والثاني انتقلت للثالث، والثالث انتقلت للرابع. إذن سنقسم بين الأحياء بعد تعدد هذه الموتات. هذه قضية المناسخة. نعم. لكن كيف نعمل ذلك؟ ننظر إذا كان الورثة على نمط واحد من القرابة بالميت. نعم. ثم توفي أحد هؤلاء الذين هم على قرابة واحدة، يعني ثم ولم يعقب وارثاً آخر هذا الميت الثاني. مثل المثال ربما يبين المسألة بوضوح. مثلاً توفي رجل أو امرأة وترك 5 أبناء، ثم توفي أحد هؤلاء الخمسة دون أن يترك أحداً آخر غير إخوته، والحال أن أباهم واحد وأن أمهم واحدة. لأن إذا كان هو ليست واحدة، إما الأب والأم تتغير القرابات ولنا عمل آخر. هنا القرابات سوى لم تتغير، كانوا 5 صبحوا 4، إذن هذا لا عمل. بل نأتي إلى تركة الميت الأول فنقسمه على هؤلاء الأربعة دون تغيير شيء. أما إذا كان أحد هؤلاء الأربعة الذين توفي عنهم الميت الثاني له زوجة مثلا، وتارة يكون له أبناء، نعمل مسألة الميت الأول ثم نعرف نصيب هذا الميت الثاني من الميت الأول، ثم نقسم نعم هذا النصيب الذي ورثه عن المورث الأول نقسمه على ورثته، فيصبح لدينا مسألتان متداخلتان بعمل واحد وجدول واحد. الأولى هي قسمة تركة الميت الأول، والثانية هي قسمة تركة الثاني الذي يعني جزء من تركة الثاني هذا كانت أو قد حصل عليها من الميت الأول. هذه تسمى مناسخة. نعم. أما فائدتها فذكر الفراد أن من فائدة هذه المناسخات لأن قد يعترض ويقال لماذا هذا التعب الشديد، ألا تقسمون كل تركة على حدة؟ نقول نعم، ممكن جدا أن نقسم تركة الأول ثم تركة الثاني ثم تركة الثالث إلى آخره، لكن يفوت في هذه القسمة خير كثير. كيف الخير الكثير هذا؟ إذا قسمنا كل تركة على حدة سيأخذ أحد الورثة جزءا من الأرض في الشمال مثلا، والجزء الآخر في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، يعني تتعدد أنصباؤه في مواقع مختلفة.
أما إذا تركنا المسألة وقسمنا هذه التركة بعد أن اكتمل أو اكتملت الموتى فإن نصيب كل وارث تكون أو يكون مجموعا له مع بعضه، لأن اللي همنا لما تقسم تركة الأول كنا قد عرفنا نصيب الثاني منها ثم الثالث من الثاني إلى آخر إلى أن وصلنا إلى الأحياء فجمعت لهم أنصباؤهم في نفس الوقت. نعم. لا أعرف هل المسألة متضحة ولا لا. نعم. لكن من درس الميراث يعرفها. نعم. يعني الفكرة العامة من المناسخات هي ميت يموت ثم يموت أحد ورثته دون أن تقسم التركة فتنتقل التركة من شخص إلى شخص وتتعدد القبور كما ذكرتم في بداية الحلقة. نعم. ثم بعد ذلك في النهاية وقد يطول الأمر هذا، قبور متعددة تكون أحيانا، مسائل طويلة. نعم نعم نعم. أحيانا تصل إلى الملايين حسب الأسهم، يعني تفوت مليون ولا مليونين ولا غيره. قد مرت بنا مسائل من هذا النوع. نعم. مسائل حقيقية واقعة في المجتمع الليبي. نعم. فإذا لما تقسم التركة في النهاية كل يأخذ حصته مجموعة، وقلنا هذه لا تنفع إلا في العقارات والأراضي. أما إذا كان المسألة نقودا، نعم، فلوس، فهذه لا يمكن أن تقسم كل تركة على حدة، لأن الفلوس ما فيهاش مشكل. نعم. هذا يعني الميت الثاني حصل من الأول على 100 دينار فتقسم. نعم. على ورثته من بعده، لا إشكال في ذلك، ما تغير شيء، لأن النقود لا تتعين وليس لها موضع واحد. هذه المسألة إذن هذه فائدة المناسخة كما ذكرنا في الأراضي والعقارات. نعم. نعم. طيب هذا ما يتعلق بالمناسخات شيخنا، ذكرتم أن أيضا أن هناك مسألة التنزيل أننا لم نتناولها في الأبواب وأردتم إيضاح صورة التنزيل. نعم. نستأذنك شيخنا قبل أن تبدأ، نأخذ هذا الاتصال وبعدين إن شاء الله نبدأ الحديث عن التنزيل. أم أيمن من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بك أخت أم أيمن. السلام عليكم. السلام. عندي استفسار بسيط. تفضلي. أبوي لما توفى قبل ما يتوفى خلى قطعة أرض، شرى قطعة أرض بمعنى أصح، شرى قطعة أرض على أساس بيبني فيها ليه ولي أخوتي فوقها. فشاءت الصدف كله وقضاء الله انزل، قبل ما يتوفى جي اخوي قال له يا ابوي معناتها انا نبي نبني ونبي نستقل ونبي كذا وكذا، قال له ابني فوق، قال له ما بوش ما عنديش انا باش نبني، ابوي ممكن ناخذ زي ما تقول ضمان بالقرضه هي بقطعه الارض، اعطاها لابوي مؤقتا يعني دال تنازل فيها على اساس انه باش بياخذ عليها قرض. فتوفى ابوي والعيله كلها عندها علم ان احنا اخوي خذ الارض بناء على انه باش ياخذ قرض بس، وبعدين بعد ما يكمل بناء القرض كله يردها ببوي. توفى ابوي، حاليا اخوي ينازع فينا على خاطرها وامي واقفه معاه في صفه، واحنا نعرفوا ان احنا هي مش من حق اخوي، هي هو اعطاها لابوي بناء ان هو باش ياخذ قرض وكذا، فهمتنا؟ فقعدنا بين نارين، بين امي ان هي تعطيها له وبين ان هو ما نكذبش عليك، حتى ما كانش يعني بره ببوي كويس، فهمتني؟ باش ان احنا نقولوا يلا خلاص، فهل لينا الحق ان احنا نعطوها له ونسكته ونعلى خاطر رضي امي، ولا نقعدوا في نزاع معها لحديث من يعني نستردها، رغم انها هي في القانون مكتوبه باسمه لي هو، فهمتني؟ فمناش انت افتي لي فيها في الموضوع، هو لان الموضوع هو حساس وخاشة فيه أمي في الموضوع، فهمتني؟ فما مش عارف. واضح واضح أختم أيمن، تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. طيب شيخنا قبل أن ننتقل الأسئلة، ذكرت قضية التنزيل كنتم تودون أن تبينوا صورتها. نعم. التنزيل هو أن يموت أحد أبناء الجد، يعني ابنه يتوفى ويكون له أولاد، الأولاد هذم يعني إذا كان هذا الجد عند أبناء أخرين غير المتوفى لا يرثون لأن أعمامهم يحجبونهم. فجرت العادة في كثير من البلاد الليبية أن يشهد
نعم الجد عند موت ابنه قبله يشهد على أن أولاده الذكور أو الذكور والإناث هو حر في مسرته، ينزلون منزلة الميت منزلة أبيهم. هذا هو التنزيل، والتنزيل أن ينزل الجد أبناء أو أولاد أحسن حتى تشمل الذكور والإناث أولاد ابنه منزلة أبيهم. يعني هي المسألة هذه كما يقول علماء الفرائض يقولون التنزيل أو ما يسمى في عرفنا في ليبيا بالغرس، يغرس أمكانا. نعم الغرس هذا أو التنزيل نعم هو من باب الوصية. لما كان من باب الوصية ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة هي أنه لا يزاد على الثلث. فإذا أوصى مثلا، نضرب مثال، أن رجل له ابنان أحدهما توفي وترك أولادا باهي والآخر حي، وقد نزل الجد أولاد هذا الذي توفي في حياته نزلهم منزلة أبيهم، ولو كان أبوهم حيا كم كان يأخذ وعند ابنان يعني سيأخذ نعم نصف التركة لكنه توفي. وقلنا الجد نزل أولاده أو أبناءه منزلة أبيهم وقلنا إحنا التنزيل هذا من باب الوصايا لا يزاد على الثلث. إذن يقال إن هؤلاء الأحفاد أحفاد الجد لا يرثون ما كان يرثه أبوهم لو استمرت حياته لأن أباهم سيرث نصفا لأن ما عند أحد إلا اثنان من الأبناء. لكن بما أن التنزيل ما ينزل منزلة الوصية نعم فلا يزاد على الثلث، إذن نقول هؤلاء المنزلون وهم أولاد الابن الذي توفي قبل أبيهم لا يرثون أكثر من الثلث. إذن الثلث لهم هؤلاء المنزلون والثلثان لعمهم. إذن الوصية هذه أو التنزيل لم يعطهم إلا ما أعطته الوصية وهو الثلث، أما الثلثان الباقيان فيستأثر بهما عمهما. نعم نعم. طيب شيخنا، لعلنا بذلك نكون قد أتممنا الحديث عن التنزيل، وبالتالي أتممنا الحديث عن جل مسائل الميراث التي تناولناها خلال الحلقات الماضية. التنزيل الحق لم نكتمل من تفصيله. نعم نعم. فإذا سمحتم لنا نستمر. تفضل شيخ. لم يكن هناك. تفضل شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله. بالنسبة للتنزيل كيفية عمله، قلنا إذا كان هو يعني من باب الوصية وزادت حصة من نزلهم الجد منزلة الميت وزادوا على الثلث يرجعون إلى الثلث، فالمسألة تحل من ثلاثة كما ذكرنا، ثلثها للمنزلين وثلثاها للعم الحي. تمام. كيف قضية العمل؟ فإذا لما يقول أحيانا المنزل هذا الجد يقول من نزلت أولاد أولادي أو أبناء أولادي، كان يقصد الذكور فقط، نعم منزلة أبيهم، يأخذون كما يأخذ أحد أعمامهم. يعني صيغة التنزيل لابد أن ينتبه إليها، وأن ينتبه إليها من الشهود أو من يوثق هذا الأمر، من حضر هذا التنزيل لابد أن يسأل الذي نزل، تارة يكون غافلا هو، يقول له ماذا تقصد بأن أنزلت أو نزلت أولاد أولادك منزلة أحد أعمامهم. نعم. فإن قال يأخذون كما لو كان أبوهم حيا، أو يأخذون
كما يأخذ أحد أعمامهم، فهنا المسألة واضحة. نعم إذا كان يأخذنا كما يأخذ أعمامهم، نعم المسألة ميراث من الأعمام الأحياء، وأولاد الأولاد لا نذكرهم في المسألة، ولكن نعمل المسألة كاملة كأن لم يكن فيها منزل. ثم بعد ذلك بعد أن نعرف حظ أو نصيب أحد الأعمام، نعم نضيفه على المسألة أو على أصل المسألة كعول، كأنها عالت. مثال ذلك إذا كانت المسألة من أربعة، نعم وللأولاد الأحياء الذين لم ينزل أحد منزلتهم، حصل واحد 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 من أربعة. عندنا هذا الذي لم ينزل، عندنا من نزل، نعم أولاده منزلته وهو ميت، قلنا وقال المنزل إن هؤلاء الذين نزلهم يأخذون مثل ما يأخذ أحد أعمامهم، نقول أحد أعمامهم حصل واحد من أربعة، إذن ماذا نفعل؟ نأخذ واحد ونزيده على أصل المسألة، بدل من أربعة تصبح عائلة إلى خمسة، فالتركة إذن تقسم على خمسة، خمسها لهؤلاء الذين مات أبوهم فنزلهم جدهم، والأربعة الأخرى لأصحابهم أي الأعمام. هكذا الطريقة في التنزيل. نعم نعم. طيب الطريقة الثانية، نعم نعم تفضل شيخ، لكن ناخذ اتصال لو سمحت. معنا الأخت مبروكة من الجفرة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم أخت مبروكة، تفضلي سؤالك. وعليكم السلام. على قولتك يعني سؤال على الورث يعني. تفضلي. أنا بعتي قبل ما يموت الله يرحمه عنده قطعة زراعية. قال نسجلك يعني سجلها باسمك. بس من زراعية تولي السكنية. سجلها باسم من؟ باسم أخويا يعني. به. قال يعني زي الهدية من زراعية سكنية، لكن ما نعطيها لك قطعة يعني زي الأمانة. طيب. بعد لا مش هدية، أمانة يعني سجلها باسمك. يعني بعد ما طبع ولا واحد خذك بأرض نعطيكم منها. واضح. طيب بعد توفاتي كتبها باسمه وبصمة بدون ما يندري، نبي يعني شو يعني احنا قاعد بالورث. بصم والدك وهو ميت؟ لا هو حي يوم قبل ما يموت باطي. أعطيه عليه قال له عندي قطعة زراعية بنحولها سكنية، يعني تبع باسمك يعني زي حالة الأمانة. يوم أقول لك هات. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. باطي قبل ما يموت باطي، بس ما باطي ما يشبحش هو. واضح السؤال أخت مبروكة، تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال آخر؟ الله يوفقك، الله يرحم والديك. فيكم بارك الله. طيب شيخ لعلنا نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل إن شاء الله. مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. جالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. طيب شيخنا قبل أن ننتقل للأسئلة، ما زلتم تذكرون قضايا حول موضوع التنزيل وتفصيلات حول كيفية التنزيل؟ نعم ذكرنا مسألة إذا قال
يعني نزلته منزلة ابني ويأخذ كلو كان ابني حيا، أو قال يأخذ كما يأخذ أحد أعمامه. هذه المسألة الثانية في العمل سواء، اللي هو قلنا ننظر كم يأخذ أحد أعمامه أو كم يأخذ ابنه لو كان حيا، وننظر ماذا يمثل هذا النصيب من التركة. ثم نزيد على التركة، على مسألة التركة نزيد هذا السهم حتى تصبح عائلة. كما ذكرنا بعد الأربعة تصبح خمسة إلى آخره. وتارة يقول المنزل نعم ألحقوه بولدي أو ورثته فقط، ولم يبين حكاية نصيب، يأخذ نصيب من توفي أي أبوه نعم، أو أخذ أعمامه الأحياء، لم يذكر ذلك. هذا له عمل آخر. كأن القصة فهم منها الفراد أنه لا يريد أن يحرمه لا أكثر ولا أقل. فالعمل هنا أننا نعمل هذا الذي نزل نعمله حيا، أو الذي نزل منزلته نعمله حيا، فنعمل مسألته كأنه موجود في المسألة. ثم نعمل المسألة الأخرى كأنه ميت، كأنه غير موجود. ثم ننظر بين المسألتين ويخرج لنا ما يعني نصيب وسط، مثل المسألة التي ذكرناها قبل قليل، ولا يحرم. فإذا هذا الذي خرج لنا هو نسبة نصيبه هذا المنزل، سواء كان فردا أو جماعة. هكذا طريقة التنزيل الثانية. والمسألة تتضح بالعمل. نعم شيخنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. إن لم يبقى لديكم شيء ننتقل للإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. نعم لعلنا بذلك أيضا أتممنا الحديث عن باب المواريث، وأظن أنه هو أكثر باب جاءتنا أسئلة فيه في نفس الموضوع. هذا يدل على أن فيه مشاكل كثيرة وقضايا كثيرة متعلقة بالمجتمع في موضوع الميراث. صحيح. نعم طيب شيخنا استأذنك نأخذ اتصال معنا الأخ سراج من البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتفضل أخ سراج. قلت لك عندي خالتي، نحن في رمضان كنا في العمرة، بعدين هي وعدت روحها قالت لي بتدير لصاحبتها متوفية بتدير لها عمرة، بعدين نحن الرحلة جت طلعنا شو ندير؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. هي بدأت في أحرمت بهذه العمرة الثانية ولا لا؟ هي دارت كم عمرة، جينا قبل ما نروح بيوم قالت لي بندير عمرة لصاحبتها، بعدين جاتنا قالنا الرحلة هاي بنمشي ما صارش منها شيء. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا، وعندنا كثير من الأسئلة من الحلقة الماضية وبعض الأسئلة الأخرى المتعلقة، يعني يسأل عنها كثير من الناس، متعلقة ببعض القضايا التي حصلت أو المناسبة لهذه الأيام التي نمر بها. ولعل سؤال الأشهر هنا في رمضان قصة زكاة الفطر، وفي ذي الحجة يسألون عن قضية تقليم الأخذ من الأظافر والشعر في الأيام الأول العشر الأوائل من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، بين هل هي محرمة مكروهة، هل هي مباحة أم مندوب عدم الأخذ منها؟ نعم هذا هو رأي المالكية، أنه يندب عدم الأخذ منها، يعني يكره الأخذ منها، ولا تصل إلى درجة الحرمة. لا تصل إلى درجة الحرمة، ولكن من المستحسن ألا يأخذ المضحي حتى ولو شرك في الأضحية. مثلا واحد ضحى على عائلته كلها يشملهم هذا الحكم. فلا يأخذ شيئا من شعره ولا يقلم أظفاره أيضا. هذا المشهور عند الإمام مالك. نعم ورأى بعض الناس خالفهم في ذلك وقالوا لا شيء عليه حتى كراهة له. لكن المشهور في المذهب ما ذكرته أن كل المضحي ولو بالشركة فإنه يندب له عدم الأخذ من شعره وأظافره، والله أعلم. نعم طيب شيخنا أحد الإخوة يسأل أيضا عن قضية
التنازع في الميراث وهو ما يعني يكثر كما يبدو، هل القضاء يحسم هذه الأمور؟ يعني إذا حسم القضاء تنازع الناس في الميراث ثم لجأوا إلى القضاء فحكم لأحدهم على الآخر أو حكم بقسمة معينة، هل هذا يحسم الخلاف ويجب الأخذ به أم لا؟ نعم، هذا يحسم الخلاف ويجب العمل به وتنفيذه، إلا إذا كان مخالفا، لأن القاضي لا ينقض قضاؤه إلا في حالات معينة. نعم، هي الحالات المعينة، أولا أن يخالف حكمه قياسا جليا أو يخالف نصا قرآنيا أو يخالف سنة صحيحة أو يخالف قاعدة فقهية متفقا عليه، هذه الأربع حاجات ينقض فيها حكم القاضي. أما إذا لم يكن ذلك، نعم، فقضاؤه لابد أن ينفذ ويخضع الناس له والله أعلم. نعم. طيب معنا اتصال أخ محمد من سرت، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. عندي سؤال من الحلقة اللي فاتت بخصوص الميراث. طيب في إمكانية بخصوص أنا حسابك سألت، ظننتك سألت الحلقة الماضية. أنت إذا تفضل سؤالك، شنو السؤال؟ سؤالي عقار باسم الوالد والوالد توفى، والعقار باسم الوالد والعقار شاريه خوي، خوي هو اللي شاريه بحر ماله وكل شيء وبعلم العيلة بالكامل. توفى الوالد وطالب به الوالد قبل يتوفى من 2005، الوالد توفى في 2020. العقار مسجل باسم الوالد لكن المال مصدره كله من خوي. واضح. شنو الرأي في الميراث؟ واضح السؤال شيخنا. واضح المسألة يا دولي، هذه مسألة قضائية. هو قال ان اخوه هم يعلمون يقينا ان اخوه هو مالك هذا العقار حقيقه، لانه هو اللي شراه من ماله، لكن اخوه سجل باسم والده لسبب معين لم يذكره في السؤال. هذا الذي نتحدث عنه، يبدو ان اخاهم الذي دفع ثمن هذا المثل الذي سجل هذا العقار باسمه، نعم، لم يعترف بما عرفوا ولم يقرهم على ما فهموا من والدهم. نعم. معنى ذلك إذا كان هيك القصة، أما إذا كان الأخ موافق على أن المسألة عبارة عن صورية وأن المال لأبيهم وأن هذا العقار لأبيهم، هذه المسألة محسومة، إذا لا خلاف بينهم. لكن لما يكون الأخ هذا الذي سجل العقار باسمه، نعم، يعني منكر لأنه شركة أو لأنه تركة أو لأنه باسم الوالد، إذا كان الأمر هو اللي حصل شيخنا العكس، هو الأخ الابن هو اللي صاحب مالك العقار الحقيقي لكن سجل باسم والده، لعل نظير ذلك ما كان يحدثه بعض الناس من يشروا أملاك ويسجلوهم بأسماء وناس آخرين ليهربوا من قضية البيت لساكنه والقضايا هذين الجور في بعض القوانين. المالك هو المالك الحقيقي الذي يجب أن الذي يعتبر في الميراث، هو المالك الحقيقي ولا اللي مسجل باسمه؟ المالك الحقيقي الذي دفع الثمن. نعم. أما التسجيل هذه قضية أحيانا يكون التسجيل كما ذكرتم لظروف ما مرت بالبلد، نعم، فلا يعول على ذلك، لكن هل يعترفون له أو لا يعترفون، هذه مسألة أخرى. إذا كان دخلت الخصومة في هذه المسألة، المسألة قضائية. أما إذا كان اعترفوا بما ذكر في السؤال، المسألة واضحة، نعم، دائما العقار والأراضي لمن دفع الثمن. نعم. نعم. طيب أحد الإخوة يسأل يقول إن هو فيه الآن في كثير من الشواطئ ويصطاد بعض الناس أو يخرج لهم حيتان القرش، فهل هذه يجوز أكلها أم هي من قبيل
السباع والمفترسات التي لا يجوز للناس أن يأكلوا لحمها؟ أنا لا أعرف شيئا يخرج من البحر من الحيوانات لا يجوز أكله. الذي أعرفه أن كل أنواع الحيوان الذي يخرج من البحر ومنها الحيتان بجميع أنواعها إلى آخره فهذا كله جائز. نعم. ولا أعرف من منع سمك القرش أو غيره. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا. معنا اتصال الأخت سمية من بنغازي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضلي أخت سمية. سؤالي هل يصح الطلاق بدون شهود؟ ما فيش شهود على الطلاق وعلي لحوض جنابة يعني. وعليك جنابة. هل يجوز الطلاق ولا لا في الحالة هذه؟ يقع هذا الطلاق أم لا؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. طيب شيخنا معنا إبراهيم. ألو إبراهيم السلام عليكم. ألو إبراهيم من وين؟ السلام عليكم. ألو تفضل يا أخ إبراهيم. ألو أخ إبراهيم تفضل. طيب انقطع يعيد الاتصال بنا. طيب شيخنا الأخت سالمة من بنغازي تسأل في الحلقة الماضية تقول زوجها توفي قبل والده وعنده أولاد ذكور، يعني عند الوالد الذي توفي قبل ابنه أولاد ذكور، هل لأبنائها حق في ميراث جدهم أم لا؟ زوجها عند أولاد ذكور. نعم هي قال أنا سألتها لا هي تقصد الجد عند أولاد ذكور وتوفي ابنه قبله. نعم يعني أعمام عندهم أعمام. نعم. هؤلاء أعمام. نعم هذم لا يرثون. نعم لا يرثون لأنهم محجوبون بأعمامهم، خصوصا لابد من السؤال متى توفي هذا الزوج، متى توفي، هل حالة العمل بالوصية الواجبة قد كان القانون معمولا به في ليبيا فترة نعم حوالي 10 سنوات، وإذا كان قبل ذلك فلا يصلح ذلك، وإذا كان بعدهم كذلك لا يصلح. أما إذا كان في الفترة ما بين 83 أو 10 سنوات بعدها فهذا قانون الوصية الواجبة قد عمل به، فلا بد أن نعرف متى توفي هذا الرجل. نعم. الأخت أم محمد من الجبل تقول سكنت في حوش أو بيت أم زوجها وكانت تقوم على خدمتها، قالت الورثة يعني أبناء أم زوجي قالوا لي الحوش ليك يعني نظير خدمتك لوالدتنا وبقاؤك معها، فهل هذا يعني يعتبر ملك لها لهذا البيت؟ نعم إذا كان هم يعني فعلا قالوا لها ذلك جميع الورثة ولم يكن فيهم أحد دون البلوغ أحد القاصرين، نعم هذه ملكية تعتبر لها. نعم وتبقى في البيت وهو ملكها وتتصرف فيه لأنهم ملكوها إياه. نعم. الأخ أحمد من طرابلس سؤال طويل جدا يسأل، يقول عند والدته توفيت من 2002 وتوفيت أمها وهي صغيرة، قال إن لم يعطوه يعني ملخص السؤال إن لم يأخذوا حق أمهم كاملا من ميراث أمها، فيسأل هل من الناحية القانونية والشرعية يجوز لهم أن يتقدموا بشكوى إلى القضاء حتى يأخذوا حقهم من أخوالهم الذين منعوهم حق أمهم؟ نعم إذا كان هي المسألة ما فيهاش ملابسات أخرى تنازل أو غيرها، نعم لهم أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء فيحكم القضاء بينهم في هذه المسألة وترجع لهم حقوقهم التي فقدوها. نعم. نعم. طيب الأخ سعيد من طرابلس يقول الوصية أوصى الوارث بعدم احتساب عدد أبنائه في بعدم احتساب أحد أبنائه في الميراث، هل يصح ذلك أم لا؟ لا هو لا يملك أن يحرم أحدا من قضية ميراثه من التركة. فإذا توفي نعم وهم أحياء بعده ولم يكن أحد منهم قاتلا له
بمعنى يعني سبب في مقتله. قد يقول قائل كيف قتله وهو يتكلم الآن ويقول حرمته؟ أحيانا تنفذ مقاتله وهو قادر على الكلام. فإذا لم يحدث ذلك فليس له ولا يمكنه أن يحرم أحدا من الميراث، نعم، سواء رضيه أو سخطه. نعم. طيب، معنا اتصال الأخت زهراء من مصرات. السلام عليكم. انقطع يبدو الاتصال. مراد من طرابلس. السلام عليكم. أخ مراد، يا ريت تسمعنا من التليفون وتوطي صوت التلفاز وتفضل بسؤالك. ألو، سلام الله. تفضل أخ مراد. نسمع فيك. تفضل. تفضل سؤالك. نعم نسمعك. تفضل. ألو. سؤالك. ألو. الصوت. ألو. أخ مراد، إن كنت تسمعني الصوت واضح عندي، تفضل بالسؤال. ألو. بالله عندي سؤال لفضيلة الشيخ. تفضل. عندي الوالد في الاستماع، عندي الوالد والله توفى من فترة، من شهور فاتوا نتيجة مرض. صرفنا عليه طبعا كل شيء من عندنا احنا الأخوة، فهمتوا؟ أبناء صرفنا عليه كل ما عندنا، كل ما نملك من ماله، وبعدين اضطرينا للاستدانة من الناس، سلفنا قصدي مبالغ من الناس، وشاء القدر أن توفى الوالد. توفى الوالد وقعد الدين، طبعا ما عرفناش كيف نتصرف فيه. عندنا قطعة أرض بعد فترة من بعد بعناها، والناس بارك الله فيهم صاحب الدين كلهم تنازل على دينهم، وقعد المبلغ هو انقسم باسمه الخوت، مش كلهم، نفرين وثلاثة أخذوا مبلغ باسمه بناتهم، والباقيين طبعا قعدوا هكي، مع العلم أن الأرض هذه ورد. نبغى نعرف كيف الحل. بناء على ماذا استأثر بعض الإخوة؟ هل يحق أخ مراد مبلغ حقولهم؟ أخ مراد، بناء على ماذا اقتسموا التركة على هذا الأساس؟ خذوا اثنين والباقي ما خذوش؟ يبدو ما يسمعش فينا الأخ مراد، نجيبه على ما فهمنا من السؤال. نعم. على أساس إنهم ما دفعوا أكبر مبلغ في علاج الوالد. والمبلغ هذا كانوا هم متبرعين بذلك، ما فيش حد يعني أرغمهم على الدفع والله. طيب، واضح السؤال أخ مراد. شيخنا الأخت أم أيمن من طرابلس تقول توفي والدها وقبل أن يموت قال لأخيها ابني فوقي. وقال له يعني ابننا ما عنديش مال، فعطاه قطعة أرض نظيرة عشان يحصل قرض يبني به. فقالت الآن سيرى مشكلة، إن هل هو يملك، أخوها يملك قطعة الأرض ويملك هذا الأمر أم لا، لأن والدها عطاه نظير إنه هو يحصل قرض يبني به. تقولوا سير خصام، وأمها يعني أم السائلة موقفة مع أخوها ضد بقية الورثة، فتسأل عن الحكم في ذلك. قضية المرأة تقف مع الأخ هذا، والله ما تقفش، هذه مسألة لا تعنينا. نعم. لكن المسألة هذه التي تجري في ليبيا بكثرة، وهي قضية أن يسجل العقار بسبب معين، لأخذ قرض أو ما يشابه ذلك، هذه كلها لا تعني شيئا إذا كان هذا ثابت أو فيه شهود، والله فيه توثيق أو الورثة معترفون بذلك، هذه كلها لا قيمة لها. أما إذا كان قضية في إنكار وفي مسائل أخرى غايبة عنا، فهذه مسائل لا يحلها إلا القضاء، والله أعلم. نعم. الأخت مبروكة من الجفرة تقول والدها توفي وقبل أن يموت كان عندك قطعة أرض زراعية سجلها باسم خوها حتى تتغير من زراعية إلى سكنية، قالت ونص على ذلك. قالت لكن لما توفي والدها الخوها كان كاتب القطعة الأرض باسمه وبصم والدة دون علمه، قالت والدي بصير وهو يعني لا يرى وبصم دون علمه، فتسأل عن حكم مثل هذه المسألة. هي هذه مسألة فيها خصومة يبدو. نعم. مسألة قضائية، نعم، هذه لابد أن تعرض على القضاء والذي يحقق في هذه المسألة. إذا كان ما ذكر
صحيحا هذا ما ينفعش. نعم لا يملك به إذا كان هو بصمه وهو أعمى، أخذ أصبعه وجعله في حبر أو في غير ذلك، ثم بعد ذلك حصلت البصمة في نعم في مسألة الكاغذ أو في مسألة الوثيقة، هذا لا يعني شيئا. لكن إذا كان ما عندهش ما يثبت ذلك هذا الذي يسأل، فالقضية إذن يحلها القضاء، لأن هو الذي له الحق في أن يستمع إلى الشهود ويقرأ الوثيقة إلى آخره، ويسأل الجيران إلى آخره. نعم في المسألة قضائية ولا ينفع فيها الإفتاء. طيب الأخ سراج من البيضاء يسأل، يقول مشوا عمرة في أظن في رمضان وخالته معاهم، فعدت نفسها أن هي تدير عمرة عن إحدى صديقاتها، يعني نوات أن بكرة تدير العمرة، لكن استعجل بهم أصحاب الرحلة ورجعوا قبل أن تفعل أو تبدأ أو تشرح في هذه العمرة، فما حكم ذلك؟ هذا كما يبدو من السؤال الذي فهمناه أنها وعدت بذلك، مجرد وعد. هل الوعد هذا يلزم أو ما يلزمش؟ حالة ظروف دون ذلك الذي أراه لا شيء عليها، والله أعلم. نعم. الأخت سمية من بنغازي تسأل، هل يقع الطلاق دون شهود، وهل يقع على امرأة جنوب أو حائض؟ يقع، نعم الطلاق يقع من الزوج على زوجته، سواء كانت طاهرة أو كانت جنوبا، أو كان هو كذلك طاهرا أو جنوبا، الطلاق يقع في كل الحالات حتى ولو لم يشهده أحد إذا صرح بذلك الزوج. نعم الطلاق يقع، نعم، ومن تاريخ التلفظ به. نعم نعم. الأخ مراد من طرابلس يسأل، يقول والده توفي من شهور نتيجة مرض، قال وصرف عليه هو وأخوته أموال كثيرة في سبيل يعني أن يشفى من مرضه، لكن توفي، ولما لم يعني اكتملت أموالهم يعني استدانوا من الناس، قال بعد فترة سددوا بعض الدين، وبعض الدين عجزوا عنه، والناس سامحوا في دينهم، وكان عندهم قطعة أرض باعوها، قال وأخذ الميراث اثنين، هذه القطعة تقاسمها اثنان من الإخوة، والباقي لم يحصلوا على شيء، قال بسبب أنهم قالوا يعني كأنهم قالوا أنهم دفعوا على والدهم ليشفى أكثر من الآخرين، فهل يعني هذا من حقهم، وهل إذا كان ليس من حقهم هل تعاد قسمة هذه التركة أو هذا الميراث؟ هذه أيضا حتى هذه المسألة قضائية صرفة، هذه لا يحلها إلا القضاء، طالما هي فيها خصومة، وهذا يقول أنا دفعت أكثر، وهذا يقول لا دفعت مثلنا أو شيء من هالقبيل، فهذه المسألة لا تحل إلا عن طريق القضاء، فلا ينفع فيها الإفتاء، والله أعلم. لا لكن شيخنا ما يعطيه الأولاد من هبة أو ما ينفقه الإبن على أبيه وأمه حال حياتهما، هل هذا بعدين يحق لي يقول راني ناس رفت عليهم فأعطوني حظا من التركة أكثر من ذلك، يعني قضية المبدئية بعيدا عن الخصومة التي حصلت؟ نعم هي هذه المسألة تتصل بقضية هل هذا موثق، حيث التوثيق مش مقصود بالكتابة. نعم. حتى الشهود هل يفهم، لأن قضية الأولاد أحيانا ما ينفقونه على أبيهم أو أمهم يسجلونه على أساس أنه يعني قرض، على أنه سلفة. نعم. لا لكن كيف يصح هذا وهو يعني ممن يلزم بنفقته عليهما؟ نعم ولو نعم يلزمون، ولكن هم في قضية المرض جمعوا أموالا بنسب مختلفة. نعم فلازم لابد أن يفهم منهم هل هذا تطوع يعني تبرع أم سلفة، لابد أن يفهم من ذلك. فإذا فهم منهم أنهم تطوع ليس لهم حق المطالبة، أما إذا قالوا لا هذه المسألة ندفعناها نعم معاونة لإخوتنا
وجزءا من السلفة التي نعم نحن سلفناها لوالدنا لما كان حالته جيدة. نعم. طيب شيخنا لعلنا نختم بهذا السؤال، أحد الإخوة يسأل عن قضية البساط في اليمين، هل ينسحب على يمين الطلاق، الطلاق المعلق مثلا لو قال لزوجته اليوم مش حنأكل كذا بسبب أنه وجد السوق مزدحم، أو أنت طالق إذا زوجتي طالق مني إذا أخذت كذا، بسبب بساط مرتبط بهذا اليمين المعلق، أم هو خاص فقط باليمين بالله سبحانه وتعالى؟ لا، البساط أو سبب الحلف نعم يشمل اليمين بالله ويشمل الطلاق، ولكن أقول للسائل ولغيره بارك الله فيهم، الإنسان لا يجب أن لا يقرب الطلاق ولا يلعب به، لأن مسألة العصمة يعني قضية صعبة جدا، راه هذه يتبعها أن الحرمة في الأولاد إلى آخره، فيلزم واحد يتحفظ على المسائل هذه. لكن الذي يعرفه أن البساط ينفع في كلا اليمينين، الله أعلم. نعم شيخنا، نختم بهذا السؤال، أحد الإخوة يسأل عن شراء الأسهم في شركات الطيران، أسهم ترتفع وتنخفض حسب سوق هذه الشركات، ما حكم شرائها والتداول فيها؟ شراء الأسهم يعني مسألة تجارية عادية تجوز في كل الحالات، إذا كانت الأسهم تتعلق بمسألة ليست حراما. نعم مسألة بيع خمور أو ما يشبه ذلك من المعاصي إلى آخره، هذه لا تصلح. أما إذا كانت المسألة طيران عادي ليس فيه أشياء محرمة فهذه تصلح نعم وتنفع. نعم بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي